أهلا بكم إلى أهم أخبار المغرب وهذه عناوينها. حي سكني بأكادير يتعرض لهجوم من قبل جانحين، مطالبات بفتح تحقيق اختلالات في امتحان المحاماة، والمغرب يواجه الرأس الأخضر استعدادا للتصفيات الإفريقية. شهد حي إحشاس في مدينة أكادير أعمال عنف بسبب خلاف بين عشرات الأشخاص الجانحين، والذي أسفر عن تهشيم عدد من السيارات وإلحاق أضرار بليغة بالطريق العامة وممتلكات الناس. المصالح الأمنية فتحت من جهتها تحقيقاً لتوقيف المتورطين في الحادثة. دعت فدرالية جمعيات المحامين الشباب إلى التعجيل بفتح تحقيق قضائي في التجاوزات التي شهدتها الامتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مع تحريك المتابعات وترتيب الجزاءات ضد كل من ثبت تورطه في الاختلالات المؤكدة في تقرير مؤسسة الوسيط. تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بداكورة بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي تمكنت من توقيف شخص ينشط في تجارة المخدرات مبحوث عنه بموجب 20 مذكرة بحث وطنية، وشريكه الذي يمتلك صيغة فلاحية ويوفر له الحماية داخلها بجامعة الروحة بإقليم زاكورة. لقي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات مصرعه غرقاً بقناة للري في جماعة بني وكيل أولاد محنة ضواحي الناظور. مصادر محلية أوضحت أن الطفل ذهب إلى المكان من أجل الاستمتاع بالسباحة بقناة للري ليلقى حتفه غرقاً. يواجه منتخب المغرب كرة القدم نظيره الرأس الأخضر في مباراة ودية اليوم بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الإفريقية، حيث سيلاقي الأسود منتخب جنوب إفريقيا السبت المقبل لحساب الجولة 5 من تصفيات كأس إفريقيا للأمم. أوقفت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة مشرع بالقيصري 3 أشخاص على متن سيارة عثر في حوزتهم على 2032 قرصاً طبياً مخدراً ومبلغ مالي يشتبه بكونه عائدات من هذا النشاط الإجرامي. نهاية النشرة وإلى اللقاء.